هنا في جناح المجلس القومي للمرأة ومعروضاته المتميزة. بنسجل مع الأستاذة نوران الجميعي. أستاذة نوران أهلا بيكي. المعرض إيه أخبار وحضرتك الأول قوليلي المهمة بتاعت حضرتك في المجلس القومي وفي المعرض؟ أنا مسؤولية التسويق والمعارض بإدارة تنمية مهارات المرأة بالمجلس القومي للمرأة. إحنا يعني الحقيقة كان مهم جدا إن إحنا يبقى لنا تواجد في حدث زي استضافة مصر لمؤتمر المناخ. فالمجلس مساحة المعرض 100 متر والمعرض يعني المنتجات منوعة فيه ما بين منتجات مشروع تنمية الأسرة المصرية، المشروع الذي يستهدف 20 هذا الجناح هو جناح المجلس القومي للمرأة، بيقوم بعرض منتجات مشروعات المرأة اللي المجلس بيرعاها، من ضمنها مشاريع ممولة من الاتحاد الأوروبي، لكن في معظم المشروعات الأخرى برعاية مصرية زي المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية. وهنا معانا الأستاذ نوران الجميعي من المجلس القومي للمرأة، هتكلمنا عن المعرض وعن مشاركة المجلس في قمة المناخ ومؤتمر الأطراف كوب 27 على هامش القمة، تأتي منطقة الجرين زون اللي بتشمل المعارض. تفضلي يا أستاذ نوران. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك. أنا نوران الجميعي، مسؤولة المعارض والتسويق بإدارة تنمية مهارات المرأة بالمجلس القومي للمرأة بمصر. إحنا بنشارك يعني في ضمن أحداث استضافة مصر لمؤتمر المناخ 27 في المنطقة الخضراء بمعرض لمنتجات السيدات المصريات، وبنستعرض فيه أهم المنتجات التي تمتلكها سيدات مصريات، منتجات صديقة للبيئة ومنتجات تم إعادة تدويرها ومنتجات. إزاي عايزين نقول للمشاهد إعادة التدوير إزاي؟ يعني إزاي بناخد المنتج علشان نعمل له تدوير ونطلع من حاجة ملهاش أي فايدة، حاجات زي الشغل اللي احنا شايفينه ده حاجة يعني مشرفة جدا. فضل. لو على إعادة التدوير احنا مثلا هنبتدي مثلا نتكلم انه زي ده مثلا ده من بقية بواقي أكياس البلاستيك. الأكياس البلاستيك بنقوم بيها بتدريبات مع السيدات، ان احنا بنجمع الأكياس البلاستيك وفي مدربة بتبتدي تعلمهم ازاي نبتدي نستعملهم في الشكل مثلا زي ما احنا شايفين كده، حافظه للنقود. يبقى بوك يعني بالظبط، حافظه للنقود او مقلمه او حاجه، وفي نفس الوقت ان هو ما يبقاش عندنا اي اهدار لاي حاجه، وان واسعارها هم السيدات بقى اللي بيسعروا الاسعار. يعني المجلس القومي للمراه ملوش علاقه بالتسعير، الفلوس دي بتيجي وتروح بالظبط كده للاسر المنتجه. هي مش يعني مش بتجينا احنا، هي يعني هي هم من خلالهم، هم السيدات هم بيقوموا عمليه البيع، لكن احنا كل اللي احنا بنعمله ان احنا بنحاول نفتح لهم قنوات تسويقيه ونستعرض حدث زي ده. كان المفروض مهم جدا عندنا ان احنا نوري الوفود والبعثات اللي جايه تحضر هذا الحدث انه قد ايه المنتجات المصريه على اعلى مستوى، وقد ايه اهتمام السيدات كمان بالاخص ان هم يعملوا في مشاريعهم كلها منتجات صديقه للبيئه، وفي نفس الوقت ما تضرش يعني المناخ ولا المحيط بينا. واحنا في المجلس بنساهم في هذه التدريبات ان احنا يعني نحاول نوريهم ايه الحاجات المستجدات الجديده وازاي ممكن نستفيد من تدريبهم معينة يعني. وتدريبهم بالظبط كده، ونركز معاهم برضو على تسليط الضوء على ازاي ممكن يعني يتم الاستفاده باقصى حد من اي مخلفات بتطلع من اي حاجه صناعيه. في اقبال من المراه المصريه على الانضمام لمثل هذه المشروعات؟ جدا. احنا النهارده معانا منتجات 42 سيده مصريه تمتلكها سيدات مصريات. جغرافيا بينتموا لاي محافظات؟ هل الصعيد ولا القاهره والحضر ولا الريف؟ زائد تدريبات مشروع تنمية الأسرة المصرية، مشروع تنمية الأسرة المصرية على مستوى محافظات مصر مستهدف 1520 قرية على مدار 3 سنوات تحت حملة رئاسية لمشروع حياة كريمة. والمشروع يعني تم فيه
تدريبات حرفية على أعلى مستوى للسيدات والإقبال من السيدات على مستوى المحافظات والقرى. احنا بننزل للسيدات داخل القرى، دربناهم على الكهوف، دربناهم على صناعة الخوص، على الحلي، الصابون، الشمع، صناعة العرائس، الخياطة والتطريز، صناعة الأخشاب، والمستوى اللي احنا لقينا فيه المنتجات بعد ما خلصنا التدريبات دي يعني نفس أسواق عالمية. فاحنا كل اللي احنا بنحاول نعمله ان السيدات كمان من خلال أعمار السيدات دي هل هم شباب ولا 18 سنة لحد ممكن سن 50 كمان. تمام. يعني ولو سيدة عندها القدرة انها تعمل حرفة طبعا يعني اكيد هي في الاخر هيبقى عليها طلب على منتجها، فهي نفسها هي بتفضل تشتغل. حضرتك عايزة لو عايزة توجهي كلمة للمرأة المصرية يعني اللي هي ممكن ناس مش لاقيه شغل، ممكن ناس ما عندهاش فرصه تكتشف موهبتها ان هي تقدر تصنع الكلام ده، لو عايز توجهي للمراه وللشابه المصريه تحديدا كلمه تقولي لها ايه؟ لا احنا التدريبات موجوده وعلى اعلى مستوى، تدريبات رياده اعمال وتثقيف مالي وتدريبات حرفيه وانتاجيه ومشاغل، والوحدات الانتاجيه الخاصه بمجلس القومي للمراه متواجده على مستوى محافظات مصر. هي ممكن تتواصل مع مين؟ تتواصل مع الفرع، فروع مصر، فروع المجلس في 27 محافظه، وتحاول توصل وتعرف التدريبات ايه. احنا بننزل في جميع القرى وتشوف كمان ايه اللي يناسبها وتشترك فيه. وانا شايفه ان ده يعني فرصه يعني انه بتعود على الاسره وعلى السيده في تحسين دخلها واستقلالها المادي وعلى مستوى اولادها التعليمي والصحي. ف يعني احنا كل اللي يهمنا ان احنا نوصل لجميع لهؤلاء السيدات على مستوى الجمهوريه يعني داخل المحافظات والنبوع والقرى كمان. تمام، بالتوفيق يا استاذه نوران، بالتوفيق.